خاص هذا الشوط بالقعدان، خاص بالقعدان ايضا الحجايق وانطلاقتهن وتحدياتهن. شايفنا نوعيات متميزه في صباح هذا اليوم على ارضيه هذا الميدان الاربعه كيلو مترات. هنا هذه الانطلاقات بهذه التحديات نتابع هناك ونسير مع الصداره، نسير مع المقدمه، وماذا يدور من تحدي، ماذا يدور من صراع. هنا الطيار محمد بن راشد بن تريس الظهري على الصدارة وعلى المركز الأول، منذر أحمد بن سعيد بن مروك الحميري يأتينا على المركز الثاني، وفي المركز الثالث شعار بن حميلة، وهنا مع صدام سيف بن فارس بن فندي المزروعي من يوتي بصدوم بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. شعار بن عم هي ياتينا بهذه الانطلاقات والتحديات، عبيد بن عامر بن عم هي المنصوري ينطلق بالتحديات، لان هنا ايضا تحدياتي، وهناك الوصول من قبل هنا سرداد لسعيد بن غصاب راح الطيره العامري يصل بانطلاقتي وتحدياته. هذا الاداء الجميل والوصول، الوصول هنا الوصول من مذهل الراشد بن محمد بن مبارك نخيلي، من ياتينا بمذهل هنا بن سبته ينطلق بهذه التحديات، وهنا شعار ايضا ياتينا هذا الاداء الجميل. شاهين سعيد بن معبد بن سعيد بن هويجل اللي اكتبه يتسلل بانطلاقته هو تحديات شاهين ايضا القادم. هنا لحمد بن عبد الله بن خزام العامري ينطلق بالتحديات الجميله وبالاثاره على المركز السادس، المركز السابع، هنا الوصول على المركز السابع من العدملي علي بن محمد بالبحري بن نوبي العامري ينطلق هنا بهذه الانطلاقات والتحديات. هناك ارى وصولا اخر من البرق، البرق البرق العلي بن حمد بن هادي بن عامر الحبابي منطلقا بتحدياته هو اثاراته. الوصول من الطامح هنا على المركز التاسع ناصر بن مبارك بن علي الشريفي، وفي المركز العاشر، المركز العاشر منذر حمد بن محمد بن سالم الكتبي. هذه هي النتيجه للمراكز العشره الاولى في هذا النداء هنا للمراكز العشره الاولى هنا، ونقترب من منتصف المسافه لوحه الاثنين كيلومترات ما تبقى على نهايه هذا الشوط. والصدارة، الصدارة، صدارة، والمقدمة لا زال مسيطر على زمام الأمور الطيار، الطيار محمد بن راشد بن تريس الظهري على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، بينما من الجانب الآخر صدام، صدام، صدام سيف بن فارس بن فندي المزروعي ينطلق مع صدام بهذه الانطلاقات. ولكن أرى التسلل، أرى التسلل هنا بهذه الانطلاقة الجميلة. شاهين سعيد بن معبد بن سعيد بن هويدن اللي تبي يتسلل من الجانب الآخر، يسلم هنا التحديات، هنا الإثارة مشاهدينا الكرام بهذا الأداء المميز الجميل. وهناك هناك التغيير، التغيير من شاهين حمد بن عبد الله بن خزام العامري من ينطلق الى الصداره الى المقدمه والى المركز الاول، يفاجئنا بهذه الانطلاقات. ارى وصول اخر، ارى وصول اخر من شاهين مبارك بن عيسى بن عمر المنصوري، ما شاء الله بن عمر ما شاء الله غير الى الصداره الى المقدمه مع شاهين مبارك بن عيسى بن عمر المنصوري، من ينطلق على الصداره على المقدمه وعلى المركز الاول. المركز الثاني شاهين حمد بن عبد الله بن خزام العامري، والمركز الثالث هنا صدام السيف بن فارس بن فندي المزروعي، والقادم بن بروك، بن بروك مع منذر احمد بن سعيد بن بروك الحميري مع منذر بهذه الانطلاق. الله، وارى شعارات قادمه، شعارات قادمه من الجانب الاخر، ارى شعار واصل مياس علي بن محمد بن راشد الغفري ينطلق بالتحديات، وبن عويضان هنا ايضا مع مصيح حمد بن محمد بن السيل بن عويضان العامري، ولكن هنا الصداره، الصدارة، صدارة مع شاهين، 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 شاهين ينطلق بالصدارة بالمقدمة بالمركز الأول هنا في 800 متر الأخيرة، ينطلق على صدارة هذا الشوط مبارك بن عيسى بن عمر المنصوري هنا القادم. هناك من الظفرة، من الظفرة بهذه الانطلاقات، ولكن مياس، 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 مياس عند الاثنين أتابعه خلف المراكز العشر، وهو ينطلق العلي بن محمد بن راشد الغفلي يتسلل بهذه اللحظات الى الصداره الى المقدمه الى المركز الاول وصداره هذا الشوط. تسلل
سلام يا سلام، انطلق ميوس، انطلق بالفوز وبالناموس، هو التحدي. ها هو تشاهدونه هنا مياس، اذا بانطلاقته وتحدياته الجميله. علي بن محمد بن راشد الغفلي، والمركز الثاني اول نداء لرعد، رعد سعيد بن محمد بن سعيد العفاري ايضا ياتي برعد بهذا الانطلاق. ولكن هنا تهانينا 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 وناموس على فوز مياس العلي بن محمد بن راشد الغفلي، ولحظه وصوله الى خط النهايه معلن الفوز وناموس. تهانينا المركز الثاني رعد سعيد بن محمد بن سعيد العفاري، المركز الثالث وصل هناك سلهود علي بن كرامه بن عيضه العامري، بينما المركز الرابع كانت الانطلاقات والتحديات من قبل اسباب هنا لسعيد بن عبيد بن جمعه بن عدل، والمركز الخامس كانت اصول من قبل هملول سهيل بن سعيد بن سهيل الراشدي. ونعود مع ابو عدنان هنا والتوقيت الزمني ومتابعه ابو سالم ايضا في ايضا الانتاج هنا، نتابع هذه اللقطات الجميله ومياس ولحظه وصوله الى خط النهايه معلن الفوز والناموس بايضا 5:53 12 جزء من الثانيه توقيت الزمني. تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز لعلي بن محمد بن راشد الغفلي، بينما المركز الثاني كان من نصيب رعد من حل على المركز الثاني ب5:54 جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لسعيد بن محمد بن سعيد العفاري، بينما المركز الثالث وصل مشاهدينا الكرام سلهود هنا بهذه الانطلاقات ب5:54 16 جزء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الأداء أيضا لعلي بن كرامة بن عيضة العامري. تهانينا اللي